أنا مواطن لبناني بدي أتوجه لمقام الرئيس قبل شخصه أكيد بكلمتين. فخامة الرئيس، أنا مواطن لبناني، تعا نتصور أنه نحن مجرد شخصين وأنت منك أفضل مني، تعا نتخيل أنه بيناتنا ما في حواجز وأنه فيها أنا خبرك ليش موجود بالشارع مش يخبروك بالقصر عني. فخامة الرئيس هني قارين اللعبة غلط ومفتكرين أنه ما حدا فهمينا مثلهم هني. بدي أرجع أكرر، أنا عم بحكي باسم مواطن لبناني مش باسم جو معلوف. خليني أنقل لك أنا المواطن أسئلتي اللي ما كانت حاضرة بمقابلتك واللي ما حدا كلف حاله ياخدها مني. فخامة الرئيس، مين موت الحلم فيك لما بلشت توعي الأحلام فينا؟ فخامة الرئيس، مين كرس لغة الاستضعاف فيك لما دورك إنك تقوينا؟ فخامة الرئيس، كيف عم بتنام والبقية منا مش جايين النوم؟ فخامة الرئيس، كيف ممكن حدا وصل بمحبة الناس يحط الحق عليهم؟ فخامة الرئيس، مين غير مفهوم الزعامة الحقيقية عندك؟ مين قنعك إنه بالتسلط بتعمل رئيس قوي وإنت اللي كل عمرك زعيم بمحبة الناس؟ فخامة الرئيس، كيف بتقبل بشارع عم يدعمك يخلي الشوارع كلها ضدك؟ فخامة الرئيس، شو اختلف بين خطابك الأول وحدية إيديك وخطابك الثاني وصدق عينيك؟ فخامة الرئيس، اللي عمل الخطاب الأول وشعل الثورة بقلوب الناس مش هو ذاته اللي عمل الخطاب الثاني وحس بهموم الناس. فخامة الرئيس، اللي حكي مع الناس بصدق وشفافية بالجزء الأول من لقائه هو غير اللي استفز الثوار بالجزء الثاني من كلامه. فخامة الرئيس، في ناس حواليك مستعدة تفل كرمال البلد وفي ناس مصرة تضل وبده يخرب البلد. فخامة الرئيس، خليهم يفتحوا لك البواب ويدوروا لك الشاشات لتعرف أنه صوت الناس بالشارع مش مؤامرة، لا مؤامرة من حزب ولا تخطيط من دولة. فخامة الرئيس، كيف سمحت أنه يندق بمعاشات الجيش؟ كيف قبلت أنه الجيش ينحط بوجه الناس؟ كيف بتقول تركوهم بهروا وحدهم بلا ضربة كف؟ فخامة الرئيس، البواب المسكرة افتحها والتلفزيونات المطفية دورها، حضار وحدك وحكوم وحدك وقرر وحدك وما تسمح لحدا يحضرك ويخبرك. فخامة الرئيس، نزال شوف طلاب الجامعات اللي عم يحلموا بوطن على قياس أحلامهم، كيف تركوا مدارسهم ليعلمونا كلنا درس بالوطنية. فخامة الرئيس، اللي بيقلك إنه الشعب اللي بالشارع مش واعي وعم يتعاطى المخدرات، قلو هيدا الشعب العظيم اليوم واعي من التخدير اللي قلو 30 سنة منيمه. فخامة الرئيس، انت مش واجهة ليتخبوا وراها كرمال مصالحهم. ميشيل عون ما بحياته كان مكبل، ما بحياته قال ما عندي سلطة، ما بحياته قال قليل يلي عم بيتابعوا أخباري. فخامة الرئيس، كل مواطن اليوم ماشي بالشارع فخور وراسه مرفوع لأنه حاسس أنه عم يبني وطن جديد. فخامة الرئيس، رح نضل مرهنين عليك أنك تعمل الخيار الصح لآخر لحظة لأنه أنت مهم بس الناس أهم.